السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين اموركم وليداتكم؟ نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان، عواشركم مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وداك الشيء اللي كتمنوه في حياتكم ان شاء الله. كما شفتوا اليوم نهار جديد والحداقه يا لاله، يلا نديروا الحماس لبعضياتنا ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، اللي دخلت القناه مرحبا والف مرحبا، والجزائريات حتى هما ما نساوهمش، يدخلوا عندي بزاف الناس ديال الجزائر، مرحبا بكم والف مرحبا، رحنا كاع خوت. المهم كما شفتوا اليوم نهار الحماس والشقاء. اول حاجه درت فطرت بنياتي، حتى انا قلت لكم ما قلت لكم كنفطر الصباح بكري، ولكن دابا مع البنات شادين العطله ما تينوضوش بكري، ما كينوضوش 8:30 9 تنخليهم ناعسين، وانا فطرت دابا حطيت البنيات وجدت لهم فطورهم، حطيت لهم فطورهم، وقلت اول حاجه شنو غنديرها في الصباح هي غنصبق هذا الباطيو اللي لقيتو حالته، ما نقولش لكم البنات. المهم حيدت منه كاع ديك الروينه، والمهم خويته شويه، وكما شفتوا هذا المويبلي هذا راني جبدته ومسحته حتى هويا، درته قبل ولكن عاوتاني دابا غنخرجوا. المهم راه فيا ضروري خصني نحول لا ما شقيتش وما حولتش، كيجيب لي الله بحالي ما درت والو. قولوا لي البنات في الكومونتير واش نتوما بحالي وكيما جات اختكم دابا صافي نحيد كل شيء، غنخرج كل شيء على برا، ولكن غنضرب ليه واحد سيقه فاعله ترك. المهم غنجفف مزيان، غنجفو غنمسح مزيان ان شاء الله. وكما شفتوا دابا مع العواشر تبارك الله ما بقى والو، بغيت نشارك معكم الصالون خملتو البيوت النعاس، ولكن ما يعني ملي كنكون صراحه ملي كنبغي نبدا نشقى صافي التليفون ما كنقلبش عليه كاع ما كنشوفوش. المهم مسكينه كتعيا ما تعيط، ولا شي حد تعيا ما يعيط، قولي البنات واش نتوما بحالي. وخلاص البنات كيشدوا لي مثلا التليفون صافي كيبقى هكاك ملاوح. وكما شفتوا دابا ان شاء الله غندير تيدو جافيل وغنضرب واحد الحكه وغنمسح كل شيء بالبرودوي وصافي. وهنايا صافي قريبه الحمد لله، الحمد لله صافي قريبه نسالي التخمال. وخلاص البنات مع نتوما عارفين العطله والروينه تاع الدراري الصغار وما نقولش لكم والبنات عاوتاني جبت لهم موتشيلاتهم، صبنتهم، قديت لهم لاتروسات ديالهم، قديت لهم حويجاتهم، مع ان شاء الله نهار الثلاث عندهم المدرسه، وجاتنا نهار رمضان سبحان الله. البنات واش طار عليكم الدم؟ جاتنا مع رمضان كل فوتونا داك النهار اللي نجلسوا فيه نفطروا فيه في خاطرنا، يعني حتى المدرسه ما عندها ما غدير لينا، ولكن كتكوني تجلسي باش لوخا تسهري شويه مع دابا تبارك الله غتولي الصلاه وغيوليو التراويح، وبنادم شويه كيبغي يعني يسهر شويه، ولكن معليش الحمد لله دابا جات المدرسه ما عندنا ما نديرو. وكما شفتو اختكم غنكرم الباطيو مزيان، يلا اللي ما بقى ما لمباتش اللي بقى ما جمعاتش، قولي شكون السنه اللي بقى ما جمعاتش كلشي جمع كلشي خمل كلشي لمبا. وتبارك الله هاد رمضان كيجي فيه واحد الحماس لي زوين، انا كتعجبني شي حاجه ديال العواشر بالخصوص في رمضان، يعني كتوجدي بزاف د الحوايج الصراحه الحمد لله. الله يدخلو عنا بالصحه والسلامه ان شاء الله. كما قلت لكم واحد السيده اللي كانت قالت لي ضروري سنة شاركي معنا كيفاش كان، كما قلت لكم كتجي خديجه بنتي كتكون مونطي كتقلبني. المهم عندي هاد المنظمات غنشارك مع السيده اللي قالت لي نعتي لنا التين ده فين كاينه، بزاف الاخوات اللي قالوا لي التين ده فين كاينه، مور السوق اللي تيحط عندنا هنا في السوق راه كاين اختي في الطريق ديال دولوريس، في الطريق ديال دولوريس تفوتي الديار ريدوندا الاولى الثانيه الثالثه. المهم انا غنخليها لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم الديريكسيون ديالو باش تمشيو للتين ده نيشان، وغنخليكم تفرجوا. راه دايره هنا واحد الفيديو واحد المقطع اللي صغير وغتشوفوه ان شاء الله، دخلته لكم هنايا مع مشي ضرب الدوره، وباش ما نكثرش عليكم يجيكم فيديو شويه طول، ما بغيتش نكثر عليكم بزاف نبقى ندور في التين ده. وكما شفتوا عندي هنايا هاد البلاكار اللي نظمته بحال هكا، وشريت هاد المنظمات اللي كما قلت لكم الصراحه تنظموا. بالنسبه هنايا هنايا لهاد الفوق على حسابيه قلت لكم بالنسبه للتيدو جافي. المهم البلاكار جمع ليا كلشي الفوق في الكنابيلات، درت دوك الصبابط درت كلشي تمايا، ودابا البنات صافي اللي صيقته وساليت حسيت بواحد الراحه، ودابا ولا تيشعل، ولكن ثاني غدوزي واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاوتاني وغتجي الشتا ثاني غيرجع بحال حتى حاجه ما كاينه، ومع الدراري صغار تيخرجوا لي هاد التين ده البنات اللي قلت لكم.
نشارك معكم ديال التصوير. المهم اللي بغى يصور ومثلا اللي بغيتو بحالكم تحطوه فوق الكوافوز ديالكم في بيت النعاس فوق الطبله، يعني بلا ما تبقى موليستاكم التليفون. شحال من خطا كنكون شاده التليفون يدينا كتعيا. وخديتها من اوريفلام، خديتها اوفر بحال 14 اورو. هانتوما كما شفتوا كترخفوا هذه مزيان، ها كترخفوها بحال هكا وكتطلعوا هذه العيبه هكا. شوف شحال فيها، مازال فيها المسافه، يعني اي بلاصه واخا تكون مثلا عريضه كتدخل. هانتوما كما شفتوا كنهبطها بحال هكا. المهم غنزيرها هكا، مزيره بحال هكا صافي، هي كتزير بس زوينه، ما كتململ ما والو. هانتوما كما شفتوا، وهذا عاوتاني كما بغيتوا تحكموا فيه دوروا هكا هكا، وكتدخلوا التليفون ديالكم بحال هكا. كدبروا التليفون ديالكم بحال هكا وتقدروا ديروا الطراخو ديالكم، يعني اي حاجه اللي عندكم في التليفون كتبقاو بحال بغيتوا تصوروا بها حتى هي تقدروا تصوروا بها، يعني تقدروا ديروا به تصوروا به تقدروا اي حاجه. البنات بغيت نشارك معكم عاوتاني هاد اللي بحال الطويجين، ديري فيه اي حاجه زعلوك بنجال، المهم لي بات، اي حاجه اللي عجبتكم تقدروا ديروا فيها هاد الثلاثه. تقاموا عليا ب 6 اورو. شوف سبحان الله شحال رخيصه، حتى عرفتي انا شحال دايره كنلقاها ب 15 اورو. شحال من خطه كنبغي نشريها وتنقول بلاش، نلقاها يعني غاليه. شوف الحاجه اللي مناسب، يعني الثمن مناسب. وكاين عاوتاني الكبيره فيهم دايره 10 اورو. عاوتاني شريت هذه ديال الماء ولا العصير، فيها هاد الدريكو هذا، يعني هاد الروبيني هذا كتركبيه هنا وتقدي مثلا تحطيه هنايا. حليا بلاتي سيتارس كما شفتوا، هانتوما تقدروا تحطوا وتركبوا الجريفو ديالكم عاجبينهم كما زال، ونزيدوا لهم انتما عارفين دابا الصيف، وتقدي ديريها في الطبله ديالك في الميسه وتحطوهم، صراحه تيجيو زوينين. البنات دابا ان شاء الله غنبداو في المسمن، بسم الله عندنا الدقيق، غنديروا مع واحد البرات تاتاي واحد المسمنات. واخا تبارك الله دابا جاي رمضان ان شاء الله الكريم، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، بغا يبقى لا ميريندا ما كاين لا فطور لا والو. المهم دابا غنديروا واحد المسمنات وغنعمروا برات تاتاي، وبقاو معايا واحد المسمن كيجي زوين ان شاء الله وغيعجبكم. عندنا هنايا ثلاث زلايف ديال الدقيق، وغنزيدوا واحد جوج كيسان ديال الفينو اللي هو زوين، جوج كيسان ديال العنبه. هاد الفينو هذا راه صدق ليا واعر، عرفتي كتيجي مسمن واعر. المهم ما عليناش، راه كاين في التين داك كيتباع يمكن شي 3 اورو شي حاجه. بالنسبه غنديروا معلقه ديال الملحه، معلقه وشويه، المهم داكشي على حسب الدقيق اللي عندكم نتوما. وبالنسبه للسكر سنيده اللي بغا يديروا، اللي بغا ما يديروش ما يديروش، بحال ندير واحد المعلقه صغيره، معلقه صغيره صافي. وان شاء الله نبداو المسمن ديالنا، بسم الله دابا نعجنوا. البنات من بعد ما دلكناها ها هي شحال ولات لينا صافي، دابا غندير لها شويه الزيت ندهنها. عطيتها شويه دليك، كل ما عطيتها شويه دليك كل ما مزيان. المسمن ولا الملوي راه كندلكهم مزيان شويه باش كيجيو زوينين صافي. غندير في هاد البلاستيكه هادي اللي شفتو، هاكا نخليها ترتاح، نخليها واحد نص ساعة ولا 10 دقايق ولا داكشي. المهم داك تمزرو بيان راه تخليوها واحد 5 دقايق صافي، وتبداو العجينة ديالكم تخدموها. البنات دابا العجينة هي تلقات راسها، ما خليتها واحد شي 13 دقيقة بحال هاكا. دابا شوفو هاي نبداو نسطح العمل، شتو شو دابا العجينة ديالنا راها طاب، هانتي طلاق صافي. دابا غنبداو نديروها كويرات بحال هاكا هاكا، شوية الزيت والطاوة ديالنا تيدهن لها شوية الزيت. هنايا شويه شويه الزيت صافي. البنات هانتوما من بعد ما ساليناها الماي هادوك درتهم الكويرات كاملين بحال هكا، وخليتهم ما تخليهمش يطلقوا راسهم بحال داك تتسالي، وديما نسبقوا الاولى بحال مثلا تسطر، ولي سبقتو الاولى غنتم غادي نسبقها هو الاول صافي. وندهنوا سطح العمل ديالنا وغنبدا نطلقوا العجينه سال، كيجي مسمن عم الزينات واعر صافي. نطلق العجينه ديالي رقيقه، وبالنسبه لهنايا عندي الزيت كما شفتوا كنخدموا به ديما المسمن، وعندي هنايا الفينو، وعندي هنايا شويه ديال الدقيق. الدقيق انا حتى مرة كنقول الدقيق كتجيني الدقيق شكال صافي. ها انتما كما شفتوا دابا غندهن شويه ديال الزيت، ندهن شويه الفينو، وندير شويه ديال الطحين صافي. نجمعوا السمنه ديالنا هاكا
واخا تقطعني واخا تقطع ماشي مشكل صافي. وجبت انا عاوتاني عاوتاني هذه الخدمه هانتوما كيما شفتو صافي. ثاني غنطلق الثانيه حيت غندير وحده في وحده، نطلق الثانيه بحال هكا، غندير حتى هي شويه الزيت شويه الفينو، نحاولوا ما نكثروش شويه الدقيقه شويه ديرو صافي. ندير الاخرى عاوتاني هنا الوسط هكا صافي. هانتوما غادي نستمر بحال هكا صافي، نخليه يطلق راسو شويه. ونفس الوقت راني دايره هنايا الفراح كيما شفتو، راني دايره الفراح حتى يسخن باش ملي نكمل هادشي كامل ديالي نلقى الفراح ديالنا سخن مقلى يعني سخنات صافي تساعدنا في الطياب صافي. نتوما غادي نستمر بحال هكا البنات. دابا هانتوما ها هي هادي الاولى اللي درت، ولكن راه باقي لي هنا. ونفس الوقت راني درت الفراح حتى يسخن صافي. دابا راه سخون، دابا غندير هاد المسمنه هادي اللي درت الاولى كما شفتو صافي، راه طارقه راسها. دابا غندير شويه الزيت هنا في المقلى، نحاولو شويه نرقوها ماشي بزاف بزاف هكا كما شفتو. مالك حلي ماما الباب حلي. دابا عاوتاني غنديرو عاوتاني مسمنه اخرى هانتوما. نفس الوقت راني داير مقابله الفراح، ونفس الوقت غندير عاوتاني مسمنه اخرى باش المسمن ديالنا كيجي زوين وقريب. كنصورو بناتنا خديجة. المهم هانتوما كما شفتو الخبز باقا مطابتش مزيان، وقلبوها ها هكا وقلبوها دغيا دغيا غير ما تشوفوها طابت. وكما شفتو ها المسمن ديالنا بدا تيطلع، ورا الفينو هو اللي كيصفرو بحال هكا تيجي صفار وزوين. هاهي المسمنة عاوتاني أخرى راني خدامة فيها، تاهي درت ليها شوية الزيت شوية الطحين. جربو هاد الطريقة هادي ديال المسمن، وحابين بالنسبة للعجينة ديروها شوية بين وبين، ما مخوفة بزاف ما قاصحش عاوتاني بزاف صافي. نتبع هذا بحال هكا. يلا اختي كاين شي حداقات كاين شي ها صافي. اختكم راني كنتحمل، اللي ما قداش يعني دير بحال هكا بالنسبه ليا دير، راني كندير بيديا ديما. وكما شفتوا المسمن ديالنا كي تيجي تيجي واعر، ونفس الوقت ما شفتوا المسمن ديالنا بدا تيتنفخ. ملي بدا يتنفخ نتوما بقاو كي بحال هكا باش تخرج هذيك النفس. بغيتو عاوتاني يبقى من الفوق ماشي مشكل، وانتم غادي بالنسبه باش يجيكم فكوك يعني باش يجيكم مطلوق. غنوريكم الطريقه، ونفس الوقت انا كنقرص اخرى عاوتاني اللي غنديرها دابا. نسمى باش يجيكم هشيش. يلا ليدياتها بحال هكا تيجي هشيش بحال هكا ديال هذا هو الحمام ديال المسمن. الا بغيتي تحلو المسمن وليكم رطب وهشيش هانتوما كما شفتو تيجي هاهو مفكوك. شفتك تيجي مسمن يعني ديما تحلو بهاد الطريقة صافي، وتخليه واقف باش تخرج منو هاديك النفس باش يجي مقرمش. سمعو التقرميشة كما شفتو، ترشو شوية د الزيت هي شوية، متكتروش الزيت بزاف باش يجيكم شوية ناشف. هانتوما شوفو كتر تنفخ صافي، تبقاو تقلبو بحال هكا. حاولو تلبطو بقاو تلعبو بها، مرة تنقصو مرة شتي قداش تنفخ. مازال غيزيد تنفخ هانتوما شوفو. بغيتو تبقاو ديرو بحال هكا باش ميبقاش هداك النفخ. المهم داكشي تيبقى الاختيار ديالكم. شوفو المسمنة هادي هي الطريقة لي قديتلكم، حاولوا هاكا المسمن ديالكم باش يجيكم هشيش وزوين. راه يدالي ما كتسحملش العافيه ديما ندير ليها هانتوما. المسمن تيجي مرق كما شفتو، هاد المسمن ديالنا كي جا تيجي هشيش ما تقواش اللي تكون فيه شي كيجي هشيش هانتوما كما شفتو، تيجي مرق من الداخل. هنا عاوتاني راه ما كملتوش كامل في الطياب، شي وحدين بقاو ليا درت فيهم نص طايبه شفتو، درت ليهم نص طايبه وغنديرو في الثلاجه. المهم كما كنعجن المسمن ديما كنحيد واحد ثلاثه ولا اربعه وكنديرهم في كسميزه كنديرهم في الفريغو.
وصافي هذا هو نهارنا اليوم. شكرا البنات بزاف على الدعم ديالكم، وتا فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم.